الكاسي بطل رئيسي في فيلم كبريت. عندي تجارب سابقة في عالم الأفلام القصيرة، وهي أول تجربة لي بالسينما الإماراتي. دوري في الفيلم هو لي، تتمحور شخصيتي في تجسيد دور شخصية قوية أنانية بعض الشيء تجيد الاحتيال بذكاء وبراعة. تجربتي الحمد لله كانت جدا جميلة، وضافت لي الكثير من الخبرة والمهارات، خصوصا أني تشرفت بالتعامل مع ممثلين كبار لهم خبرة في السينما الإماراتية. تبغون تعرفوا تفاصيل أكثر؟ رأيونا في فيلم كبريت.